يعني ببداية هذه الفقرة خلينا نشوف وضع السياحة بهالشهر. عادة ترتفع نسبة عادة هي الحجوزات. كلمة عادة، يعني مش ضروري السنة، تنشوف إن شاء الله يكون عكس توقعاتنا. ومن أصدق وبيعطينا الأمل أكثر من جون بيروتي أمين عام اتحاد المؤسسات السياحية؟ دائما عنده بارقة الأمل بكل شيء بيكون مثلا. عم تستبق عليه لا لا هو تبع يقول دائما بيعطينا أمل، هو بيعرف هذا الموضوع. بونجور أستاذ جون، صباح الخير. بونجور يعطيك العافية. المشاهدين ومن لك كل عيد وانت بخير من هلا. بونجور لكندا، لانه كلنا قبل الصبح بسمع كندا كندا كندا. شايف انت عايش بكندا وبتعرف يعني كندا سرقت لنا اولادنا. اها وسرقتنا سرقت لنا اولادنا سرقت. شو موجعه هالجمله؟ لا عم بتقولها، عم بتقولها بقلب هيك. اكيد لما بصير تتنقلي ببيت انعمل للعائله وبتلاقي هالاوض مسكره كلها سوا ولدك بكندا، عن جد اليوم لو ما في وسائل تواصل عن جد حقيقي ما بعرف كيف نكمل نعيش نحن بمطرح ولدنا بمطرح، وهذا قصري ما حدا اختار هالشيء، وبعد أكيد. الممارسات عم بتكمل ذاتها تتفرجينا وكانه بلبنان ما في مستقبل، بس لما بيشوف واحد صيف 22 وصيف 23 هال 60 70 يوم اللي اجت الناس على لبنان، لما بيسمع حديثهم انه رغم كل النجاحات حققوه برا هن حابين يرجعوا على لبنان ويعيشوا بلبنان، شو هاللبنان هذا؟ شو هالعيش بدمنا وبحياتنا وبفكرنا كل يوم؟ 100% ما غلط امين معلوف لما قال انه لو تركته ما بيتركك. ايوه حلو كتير عن جد هيك، ومثل ما قلت كل اللبنانيه اللي زارونا هيدي الصيفيه كان هيك تطلعاتهم يعملوا بلان للرجعه، بس اللي صار ما بعرف اذا خيب لهم املهم، اذا رجعوا لا لا فشخات لا لورا لا. اليوم شو الوضع؟ يعني مؤشر بدل لشو اليوم؟ اليوم نحن بحاله موت سريري سميته انا، نحن بالاوتيلات عم نبيع ترويقه مع اوضه، هيدي نظريه جديده انا اخترعتها ان شاء الله، لانه صرنا عم نبيع الاوضه بسعر الترويقه، يعني ما بدنا ننعي لبنان، بس بدنا ننعي المرحلة اللي عم نمرق فيها. أكيد الإشغال بالفنادق هو ما دون 10% إذا مش 5% إذا مش 0%، في قطاع مطعمي بعده إلى حد ما بمنطقة معينة، لأنه إرادة اللبناني بالحياة ما بتتوقف، الناس عم بتروح على المطاعم وعم بتجرب تعيش أيامها، وأنا بهنيهم لأنه هذا جزء من المقاومة، وقال لك إن لبنان كله بيسكر بينتهي. قطاع تأجير السيارات اكيد معدوم كليا مع قطاع السفر يلي هو نحن كلنا بنعرف شو واقعه. نحن هذا المرحله اللي عم نعيشها لو قبلنا نتفهمها، لانه القضيه الفلسطينيه كبيره وقضيتنا مع العداء مع الاسرائيلي انها أكيد. كبيره، ولكن اليوم كل الحروب بتصير على معيار اقتصادي لاهداف اقتصاديه. نحن للاسف عم نخسر اقتصادنا، عم نخسر كل مقومات هالبلد، وعم نرجع نقوم ورح ضل نرجع نقوم، بس انه ما بعرف لحد امتين هاللبناني بيقدر يضل يصمد بهالطريقه هيدي اقتصاديا. يعني عم بيوصل رسائل انه معك حق باللي قلته يا استاذ جان، في بكندا وبغير كندا كمان المنازل عم تفقد ابنائها، عم بتصير مثل ما انت عم بتقول، حدا بعد بيقول انا كمان عندي شباب منهم هون والبيت فاضي، حدا تاني بيقول ثلاث شباب مش بالبيت والبيت فاضي، عده رسائل عم توصل بهذا الموضوع، دقت بالجرح مثل ما بيقولوا بواقع اللبنانيه اللي على الأسف. على مر سنين الوجهه صارت خارج لبنان. لما بتشجع اولادك يسافروا ثاني يوم بتوع الصبح عم تسال اذا عملت مضبوط ام غلط، وكل يوم تسال حالك السؤال، للاسف ما عندك جواب له. نحن متعلقين بحياتنا العائليه باولادنا ومجتمعنا، هذا سر لبنان، هذا سر لبنان، المجتمع اللي عم تعيش فيه. برا بس يصير عمره 18 سنه بيكون عم بيشجعوا يفلوا اذا ما شحطوا من البيت، نحن متعلقين بحياتنا العائليه صح. والاجتماعيه طيب. آخر سنة. هذا سر وجودنا. طيب استاذ جان، خليني اكد كلمه صغيره، انه هذا القطاع السياحي كله امل وكله بارقه امل، ما ناطر الا فرصه معينه تيرجع يستعيد شغله. اليوم يمكن تدريجيا نرجع نستعيد، يمكن في اسواق اخترناها بدنا 3-4 سنين تنرجع نسترجعها، خصوصا الاسواق الاوروبيه. اللبناني ثاني يوم ثالث يوم بعد حرب 2006 رجع على لبنان دغري ليتفقد اهله وعائلته. اليوم هذا الشيء عم ندفع ثمن غالي حقه، عم ندفع وقت من عمرنا، صار مارق اليوم بتصور 50 يوم على الحرب، وبعدها مستمرة الحرب إذا مش أكثر من 50 يوم،
شهرين رح يصيروا شهرين هلا بعد 3 أيام. ايه انا ما بفهم وين العدالة الاجتماعية، وين هالشيء اللي بيخبروا عنه انه في حرية وفي بتشوف هالناس عم بتموت قدامك على التلفزيون. عن جد عن جد وكأنه صرنا عايشين بعالم اخر، ولا في حرية ولا في عدالة ولا في حقوق ولا في شيء ابدا، في كراهية في حقد، في ناس مش عم تعرف كيف تتصرف مع بعضنا. العالم بيسيعنا كلنا، حرام نكمل نعيش بالطريقة حياة قصيرة. طب استاذ جان، بهيدا الواقع يعني اكيد مثل ما قلت اللبناني بحب الحياة، متوقعين شيء ايجابي من هلا بلش الموسم طبيعي، ولكن بدنا نحكي يعني باسبوع العيد في شيء ترقب يعني، حاطين بلان لتحسين؟ ما بعرف شو الخطة. خليني اقول لك شغله، اكيد اليوم عم نشوف اعلانات لحفلات طرب وموسيقى وكذا بلبنان، حفلة راس السنة وغيره وغيره، هذا بيأكد انه بعد في حياة موجودة بلبنان. القطاع الفندقي ما بيقدر يشتغل اذا ما في حجوزات اجت من برا، ما حدا رح يجي يقضي ليلته بالاوتيل اذا هو يعني منه جاي من برا، ولا بل بيته بلبنان استغنى عنه، عائلته فلت يما غيره. الاجنبي اكيد ما رح يجي على لبنان بهالفترة بظل التحذيرات انه كله من لبنان مش تجوا على لبنان، لنكون واقعيين. اليوم هيدي الفترة بتطول، قديش بتطول الحرب وقديش بتطول الأزمة وقديش بضل في خطر على واحد يجي على لبنان وما يرجع على شغله وعلى التزاماته اللي هي برا. هودي كلهم فاكتور بيأكدوا وبيبينوا لحد وين نحن رايحين للأسف. اليوم الحرب الباردة هيدي اللي عم نعيشها هي سخنة، منا باردة، إنما باردة يعني مش حرب أوكي، هيدي أخطر من الحرب الحقيقية، لأنه هيدي مدتها بالزمن بتكون كتير طويلة. وساعدنا نحن بالصيفية 10-12 ألف موظف من الدول العربية وغير العربية اللي كانوا تركونا بالأزمة كورونا والأزمة الاقتصادية، استعدناهم وعدناهم بمعاشات عالية لأنه عايزينهم. ما كان فينا نقلع ونمشي بالموسم بلا الاقتصادات اللي ربيناها وعشنا نحن وياها، للأسف اليوم عم نرجع نخسرهم وما عنا وعود لإلهم. بالقطاع السياحي اذا ما عايشوا الواحد، طيب الدوله عم بتساعد بشيء؟ نعم استاذ عبدو، عم بقول الدوله عم بتساعد بشيء؟ لا وضح، بعرف انه السؤال كثير صعب. لا مش صعب استاذ عبدو، انا بعرفك بجد، ولا مره كان عندك سخافه بحديثك، بترجيك استاذ عبدو في دوله. يا استاذ جان فيك تقول له بالشعر والبيانات والوعود الرنانه. بعدهم حاملين الواحد ثلج وعم بيمضوا عليون. شو هالحديث هذا؟ شو هالحديث هذا؟ ليك نحن وصلنا حالنا لمطرح ما نحن 100%. نحن كل يوم عم نجهد نفسنا بالسياسات اللي عم نعتمدها خلص تركني بعيد عن السياسة، لأنه بطول الحديث خلينا بالقطاع السياحي يلي هو حسب التقرير البنك الدولي بيقول إذا في اقتصاد، إذا في استقرار اجتماعي ومالي بلبنان، هو نتيجة الصيفية اللي مرق فيها القطاع السياحي وفوت ما بين 4-8 مليار، لانه كل واحد عنده معيار تقيسهم، والرقم بلبنان هو وجهه نظر. نعم. نحن اليوم بناكد وبنقول انه القطاع السياحي جاهز يرجع يقوم، عم بكمل بجهوزيته، القطاع المطعمي عم بضخ حياه ببيروت وخارج بيروت، وهذا الشيء بياكد على انه اللبناني متمسك بالحياه، متمسك بنمط الحياه. نحن نسعى الى الاستقرار لنرجع نكمل، وإذا استقرار مستدام نرجع نستعيد أولادنا من برا كلهم. بدي لك شكرا أستاذ جان بيروتي، أمين عام الاتحاد المؤسسات السياحية في لبنان. يومك مبارك وكل عيد وأنت بألف خير. شكرا لك. وأنتم بألف خير، ونعيد كل اللبنانيين. ميرسي لك.